بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، ما زالت انطلاقات أشواط سباق هذا اليوم مستمرة. انتهينا من مرحلة فئة اللقاية، ننتقل إلى مرحلة عمرية أخرى. أعلنت بهذه اللحظة انطلاقة الشوط الأول الرئيسي المخصص للإذاعة البكار. المسافة المقررة لهذا السن هنا 6 كيلومترات، مسافة حاضرة سنشاهد من خلالها منافسة قوية ستدور ما بين هذه الأسماء المشاركة والباحثة عن البطائق التأهيلية من آخر سباق تأهيلي بهذا الموسم. أي أيضا البطائق التأهيلية التي تسمح للمشاركين إن شاء الله بالمشاركة بشوط كأس مولاي جلالة السلطان الذي سيقام بنهاية شهر مارس من هذا العام الجاري. أذهب لنتعرف على تفاصيل رحلة أول أشواط الإذاع بهذا المسار. أجد التي تتقدم المجموعة تتصدر الأسماء، الظبي لمايد بن علي بن سلطان الدرعي يقدم الظبي على المركز الأول، بينما المركز الثاني هذه الغزيل للهج جانه السلطانية مع المضمر حمد بن محمد بن سالم لوهيبي مقدم اسم الغزيل في المركز الثاني. المركز الثالث أرياف للهجان السلطانية مع سيف بن عبد الله الحبسي، والمركز الرابع الشاهنية للهجان السلطانية مع حمد بن محمد لوهيبي، بينما المركز الخامس النهضة للهجان السلطانية مع المضمر سيف بن عبد الله الحبسي، والمركز السادس هذه العاصمة لهجن البشاير مع المضمر عبد الله بن طويرش الوهيبي، بينما المركز السابع الاخذ المركز السابع شعار هلال بن يميل بن عبد الله السعيدي في سابع المراكز في هذه اللحظة، بينما المركز الثامن الوجود والظهور من سمحة لعوض بن سالم بن العبد الوهيبي في ثامن المراكز، بينما تاسع المراكز الشاهنية للهجان السلطانية مع المضمر حمد بن سلطان بن سعيد الغفيلي، والمركز العاشر الوجود والظهور من الشاهنية لهجن البشاير مع المضمر حميد بن محمد بن رامس اليحافي. هذه النتيجة للعشرة الأسماء الأولى المتقدمة المنطلقة المشاركة الباحثة عن البطائق التأهيلية بأول أشواط الإذاع بهذا اليوم. عودتنا إلى الظبي وانطلاقها وتقدمها على المستوى الأول منذ البداية الأولى لإعلان أولى رحلات أيضا أشواط الإذاع يقدمها ويتابعها مايد بن علي بن سلطان الدرعي قادمة من ميدان السرية أيضا بولاية أدم للمشاركة بسباق هذا اليوم، مشاركة وبقوة بأول الأشواط. بينما التي تتقدم على المركز الثاني الشاهنية للهجان السلطانية مع المضمر حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، من يتابع الشاهنية التي تنطلق على المركز الثاني والمركز الثالث النهضة لأيضا الهجان السلطانية بقيادة ومتابعة سيف بن عبد الله الحبسي. المركز الرابع تتقدم العاصمة على المركز الرابع في هذه اللحظة حاملة لشعار مؤسسة هج البشاير بمتابعة تضمير عبد الله بن طويرش الوهيبي مضمر متابع لانطلاقة العاصمة. المركز الرابع أو المركز الخامس هذه كحيلة الهلال بن يميل بن عبد الله السعيدي مقدم اسم كحيلة التي تاخذ ايضا المركز الخامس في هذه اللحظة. هذه الخماسية الأولى، الظبي ما زالت على الصدارة، الشاهنية بشعار الهجانة على المركز الثاني، والنهضة بشعار الهجانة في المركز الثالث، العاصمة بشعار هجن البشاير في المركز الرابع، وكحيلة ايضا يقدمها هلال بن يميل بن عبد الله السعيدي في خامس المراكز في هذه اللحظة، بينما التي تقدم على المركز السادس سمحة يقدمها عوض بن سالم العبد الوهيبي. هذه النتيجة للست المراكز الأولى، بينما التي تأخذ المركز السابع الشاهينية بشعار مؤسسة هجن البشاير وحميد بن محمد بن رامس اليحافي بمتابعة عملية تضميرها تتقدم إلى المركز السابع، بينما التي تتدخل بأول نداء لها الفاتنة لمحمد بن حمد بن سالم ليديلي تتقدم إلى المركز الثامن، والشاهينية في المركز التاسع بشعار الهجانة السلطانية وحمد بن سلطان بن سعيد الغفيلي بمتابعة عملية التدريب والتضمير، بينما عاشر المراكز نختتم ندائنا الثاني بأرياف للهجان السلطانية مع المضمر سيف بن عبد الله بن سيف الحبسي. هكذا هي النتيجة وندانا الثاني لهذه المسيرة، مسيرة أول أشواط الإذاع. ما زالت المسيرة تسير وقطعنا 3 كيلومترات الأولى، دخلنا بالنصف الأخير، مسافة كافية لنشاهد الأسماء المتأخرة بإشعال أيضا شرارة المنافسة بأول أشواط الإذاع. الظبي ما زالت صامدة، الظبي ما زالت متقدمة لهذه المجموعة منذ البداية
الأولى لإعلان أول رحلات أشواط الإذاعة يقدمها مايد بن علي بن سلطان الدرعي مقدم متابع لانطلاقة الظبي التي تتصدر القائمة بهذا الشوط منذ البداية، وبدأت تنفرد بهذا الموقع، بدأت تباعد بموقع البداية باحثة عن الفوز والانتصار، باحثة عن النقطة الذهبية من سباق هذا اليوم. يا سلام يا الظبي، مايد بن علي بن سلطان الدرعي يتابعها، شوف الجمهور جميعهم يتابعوا الظبي التي تنطلق بموقع الصدارة، تنطلق بموقع البداية، الموقع الذي يبحث عنه جميع المشاركين، يبحثوا عن موقع الظبي الحالي الذي ما زالت تستحوذ عليه الظبي إلى حد هذه اللحظة بهذه الاندفاعة التلقائية الجميلة منذ البداية إلى حد هذه اللحظات. هل ستواصل الظبي على نفس الأداء أم سيكون كلام آخر لبقية الأسماء والشعارات المتواجدة والتي هي الأخرى مشاركة للمنافسة على الفوز والانتصار على الحصول على البطائق التأهيلية من سباق هذا اليوم، التي تأخذ المركز الثاني تتقدم العاصمة بشعار مؤسسة هجن البشاير يتابعها بعملية التضمير عبد الله بن طوير الشلوهيبي. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت في هذه اللحظة سمحة، تقدمت على المركز الثالث لعوض بن سالم العبد الوهيبي. الشاهينية في المركز الرابع للهجان السلطانية محمد بن محمد الوهيبي، والمركز الخامس الشاهينية بشعار مؤسسة هجن البشاير أحمد بن محمد بن رامس اليحافي بعملية التضمير، بينما المركز السابع الفاتنة تتقدم بدورها على المركز السابع في هذه اللحظة. هذه هي المركز السادس، السابع نعم، المركز السابع نعم، تتقدم الفاتنة بشعار محمد بن حمد بن سالم الوهيبي، بينما القدوم من الشاهينية بشعار الهجان السلطانية حمد بن سلطان الغفيلي بالتضمير. وصلت أول نداء لصعايب ورفال، الأسماء القوية المرشحة بهذا السن، صعايب بشعار الهجان السلطانية بقيادة حمد بن سالم بن حمد ليديلي، ريفال بشعار الهجان السلطانية بمتابعة أيضا عامر بن راشد بن مسلم العمري. هكذا هي النتيجة، عودتنا للصدارة. 1500 متر الأخيرة هي المسافة الفاصلة عن نهاية رحلة هذا الشوط. الظبي 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 ما زالت تتقدم وبنفس المستوى وبنفس الأداء وبنفس العطاء إلى حد هذه اللحظات. شوف الانطلاقة الجميلة، شوف الاندفاعات المميزة، بدأت تزيد من السرعة، بدأت تزيد من السرعة لكي تأمن الفارق ما بينها وما بين بقية الأسماء المشاركة بهذا الشوط، لكن لا يوجد اطمئنان، لا يوجد اطمئنان. أسماء خطيرة قوية تشارك، تندفع تشارك بهذا الشوط، تتواجد خلف الظبي. الظبي مايد بن علي بن سلطان الدرعي مسيطر، تدشن أمتار الكيلو المتر الأخير، الكيلو الأقوى والأصعب بهذا المسار. وصلت سمحة عوض بن سالم العبد الوهيبي، وصلت الشاهينية بشعار هجر البشاير محمد بن محمد بن رامس اليحافي، الشاهينية الهجانة في المركز الرابع محمد بن سلطان الغفيلي. لكن شوف شوف الثلاثية، الظبي 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 مايد بن علي بن سلطان الدرعي 800 متر الأخير، لم تصدر الأوامر بعد على الثلاث المراكز الأولى، الجميع ما زال يتحكم بأعصابه، لم يستعجلوا الجميع، ما زالت الظبي تتمسك بالمقدمة، لم تستسلم لجميع الأطراف، لم تستسلم لجميع المحاولات التي تأتي من سمحة. أول اللي وصل سمحة، أصدرت الأوامر على الظبي، على سمحة، سمحة سمحة عوض بن سالم العبد الوهيبي، الظبي مايد بن علي بن سلطان الدرعي. شوف الثنائية الجميلة، شوف الثنائية الجميلة، الله 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 الله، الظبي مايد بن علي بن سلطان الدرعي. يا سلام، أشكرك يا أبو مايد، أشكرك يا أبو مايد من تقدم لنا نوعيات مميزة. الله الله الله، الظبي لمايد بن علي بن سلطان الدرعي صاحبة الشوط الرئيسي بميدان ولاية صحار. الله، تعود لنا الإنجاز من جديد، تظفر بنقطة أخرى، تظفر ببطاقة تأهيلية تسمح لها بالمشاركة بشوط كأس مولاي جلالة الصحار
سلطان، التهنئة لمايد بن علي بن سلطان، الدرعي والتهنئة لأهالي سرية بمناسبة فوز الضبيب المركز الأول بالشوط الرئيسي للإذاعة، المركز الثاني سمحة عوض بن سالم بن عبد الوهيبي، المركز الثالث ريفال الهجان السلطانية، المركز الرابع سمحة الشاهنية الهجان السلطانية، المركز الخامس سالم بن عبد الله المطرشيدي، المركز السادس الفاتنة محمد بن حمد سالم الوهيبي، المركز السابع الشاهنية الهجن المشايل، المركز الثامن العاصمة الهجن المشاير، المركز التاسع صعايب الهجان السلطانية، المركز العاشر لأيضا عبد الله بن سالم خروصي. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المشاركة بهذا